تتواصل الجهود المصرية بمحافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال المسارات المختلفة. واستقبل مطار العريش اليوم طائرتين من الأردن والإمارات تحملان عددا من المساعدات الإنسانية والغذائية، بالإضافة لاستقبال معبر رفح البري لعدد من المصابين والجرحى ومرافقيهم. وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من مدينة العريش، ولازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. بداية، مدينة العريش اليوم استقبلت نائبة المفوض العام لوكالة الأونروا في زيارة لقطاع غزة ستستغرق مدة 3 أيام. اطلعت من خلال هذه الزيارة على المجهود المصري في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتقت بعدد من السائقين أمام معبر رفح للحديث معهم عن طول المدة التي ينتظرونها حتى دخولا إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة. وتحدث السائقون عن صعوبة الإجراءات التفتيشية التي تجعلهم ينتظرون وقتا طويلا، سواء أمام معبر رفح للدخول إلى منفذ العوجة وكرم أبو سالم، أو حتى بالإجراءات التفتيشية التي تستغرق من 4 إلى 5 ساعات للشاحنة. وهي بالطبع أكدت على صعوبة الأوضاع داخل قطاع غزة ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، نظرا لتفاقم الأوضاع والكارثة الإنسانية الموجودة بسبب نقص الغذاء والأدوية والماء. على الجانب الآخر أيضا، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتحديدا في مطار العريش، استقبل مطار العريش اليوم طائرتين. الطائرة الأولى من الأردن على متنها 17 طن من مساعدات، وأيضا النظافة الشخصية، أدوات النظافة الشخصية مقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ثم طائرة ثانية قادمة من الإمارات على متنها 9 أطنان من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية. كل هذه المساعدات استلمتها جمعية الهلال الأحمر المصري، وقاموا بتجهيزها لشحنها وإرسالها إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر، تمهيدا لإرسالها عبر الشاحنات إلى معبر رفح دخولا إلى قطاع غزة. أيضا ميناء العريش الذي استقبل منذ أيام سفينة تركية لازالت موجودة الآن في ميناء العريش لتفريغ حمولتها، حيث تحمل 2000 طن من المساعدات المتنوعة سواء كانت غذائية أو طبية، بالإضافة إلى وجود سفينة إماراتية بها مستشفى عائم. هذا المستشفى يتكون من 100 سرير، واستقبل خلال اليومين الماضيين عدد من المصابين لتلقي العلاج، وهذا بالتنسيق بين السلطات المصرية والإماراتية لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين. أيضا فيما يتعلق على الجانب الآخر بمعبر رفح الذي دخل من خلالها اليوم، نتحدث عن 45 شاحنة لمنفذ العوجة و95 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار. واستقبل أيضا عدد من المصابين، يعني منذ قليل خرج من معبر رفح 10 سيارات إسعاف يحملون ما يقرب من 19 مصابا، بالإضافة إلى ما يقرب من 30 مرافقا لهؤلاء المصابين. ولازال الأعداد هناك أعداد من المصابين موجودة داخل معبر رفح لخروجها إلى أيضا المستشفيات المصرية. بجانب المجهود الذي يتم هنا في محافظة شمال سيناء ومدينة العريش، هناك أيضا مجهودات مصرية تتم على الجانب الآخر وفي الناحية الأخرى في قطاع غزة، من حيث الانتهاء من المخيم الثاني الإغاثي الذي يسع 400 خيمة وأكثر من 4000 شخص، بالإضافة إلى الاستعداد لإقامة المخيم الثالث في محافظة دير البلح بقطاع غزة، بالإضافة بالطبع إلى المجهودات المصرية المتعلقة بالقوات الجوية التي قامت بإنزال عدد من المساعدات الإنسانية جوا بمشاركة الإمارات والأردن على أهالي قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى الاستعداد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة. فبالتأكيد كل هذه جهود مصرية حثيثة تأكيدا على دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.